صالح، بلعب كم سير في الليل، وبنلعب جيش عرب، وبنلعب جيش عرب عن جد. بيسرقوا الأرض في وضح النهار، يعني هم بيعرفوا إنها أرض فلسطينية هذه، وبيعرفوا إن هذه الأرض أصحابها بيجوا بيشتغلوا فيها، بس هم بيجوا بقوة السلاح وسيطروا عليها. انطلقت المسيرات بتاريخ 15/12/2009 من خلال استيلائهم على نبع للمياه تابع لقرية النبي صالح. بالنسبة لي أنا يعني عشان انكسرت رجلي وأجت الكنبلة في رجلي، صرت يعني حتى لو بقدر أطلع ما أطلعش. كمان بالنسبة لي إنهم يعني دمروا حلم إلي. ايش لازم نعمل عشان ناخذ ارضنا؟ منا لو اعطوناش الارض منا نضرب عليهم حجار. توتر اذا اعطوك الارض بتحط بتضرب حجار؟